مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 266 مترجمة للعربية. ولا فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك والاشتراك بالقناة وفرجة ممتعة. وفي بداية الحلقة كانت جونغا في المطبخ تتحدث مع خليصة عن الوردة وكيف أرهون يحب هيرا كثيرا ويفعل المستحيل لكي تسامح. وبعدها أتت عفيفة وسمعت كلام جونغا وكانت غاضبة جدا، ثم ذهبت وتركت المطبخ. وذهبت عفيفة إلى أرهون بالمكتب وقالت له: هذه الفتاة لا تستحق، لقد أعمت عينك مجددا، كيف لك أن تعتذر منها؟ لقد تبعتر القصر أمام الموظفون، ظننتك رأيت الحقيقة، افتح عينيك، هيرا ليست بريئة. هل هذا عمل يا أرهون ديمرهالي؟ يجب عليك أن تكون عاقلا. وكانت الأفعى تسترق السمع وشاهدت الوردة على الطاولة وقالت: إذا من أجل هيرا وضعت هذا يا أرهون؟ من أجل أن تسامحك. وكانت عفيفة تقول: هذه الفتاة لا مكان لها في حياتنا، لا مكان، لا يمكن أن يكون، أرجوك لا يمكن هذا. وبعدها كانت عفيفة ما زالت تقول لأرهون: أريد أن تفعل الشيء الصحيح، لأن الآن يجب عليك أن تبتعد عنها، إنها لا تستحقك. وبعدها قال لها: أمي يكفي. ثم قالت له: ابني، يبدو أنك نسيت من تكون أنت، لكن الشيء الذي فعلته. قال لها: لم تفعل شيء. وقالت له بعدها: الآن أريد أن أتأكد من أنك سوف تتوقف، لا أريد أن تصغر نفسك. قال لها: يكفي يا أمي. قالت له: لا، لن يكفي، لقد أدلتك بما يكفي. وقال لها: لم تفعل شيء. قال لها: بل فعلت، أنت قد تمت خيانتك، هذه الفتاة خانتك مع جهانغير. ثم قال لها: أمي يكفي بهذا القدر، لقد رأيت الدلائل كلها والحقائق في الوسط. ثم قالت له: مهما حاولت أن تنكر فهي وجهانغير. ثم قال لها: أمي يكفي. كان يصرخ عليها، ثم بعد ذلك قال لها: إذا كنت صدقت إيفا وسخافتها هذا لأنك تريدين أن تصدقينها. وقالت له: هذه الفتاة قد أعمت عينك. قال لها: نعم، كنت أعمى، نعم، والآن استيقظت، وسأفعل أي شيء لكي أتلافى أخطائي، وسوف أفرش لها الحديقة كلها ورد، فأنا راضي بهذا، ولست مضطر لأن أثبت لك أي شيء. وذهبت عفيفة وتركته، وكان غاضب جدا أرهون. وبعدها خرجت عفيفة من المكتب وداست على الوردة، وبعدها فتحت هيرا الباب وجدتها أمامها. كانت عفيفة تنظر إليها وقالت لها: إذا كنت جئت لرؤية علي فهو نائم الآن. كانت عفيفة تنظر لها بكره وذهبت وتركتها. ومر الوقت وكانوا العقارب في الصالة، وكانت برهان تقول: ماذا تفكرين في الموضوع؟ كانت عفيفة تقول لها: لا تفكري بنفس الأفكار. ثم بعد ذلك أتت هيرا ومرت من أمامهم، وكانت تذهب لعلي بالعصير. وبعدها كانت بعد ذلك إيفا تنظر إليها وتقول: لا أصدق أن هذه الفتاة مرتاحة بالتصرف هنا في القصر، وكأنها لم تفعل شيء، وكأن أخي لم يمت بسببها، فأنا الآن لا أصدق راحة هذه الفتاة، كأن لم يحدث شيء، تتجول في الأطراف كأنها ليست سبب في هذا. قالت لها برهان: نعم إنك محقة يا إيفا، ولكن لا تفكري في مثل هذه الأشياء. وقالت لها إيفا: أخي فقط من أجل تبرئة هيرا قام بتزوير الأدلة. وقالت برهان: أنت محقة عزيزتي إيفا. وقالت لها برهان: أنا لا أستطيع. قالت لها إيفا: أنا لا أستطيع تقبل هذا، خدعت أخي لسذاجته، ولكن انظري كم أنها تتصرف براحة، لقد خانت أخي. وبعدها قالت عفيفة: أنت محقة، يجب وقوف هيرا وكل من يتخطى حدوده، وأنت أولهم. ثم قالت لها إيفا: سيدة عفيفة، هل تقارنينني بهيرا؟ قالت لها: لن أنسى أخطاؤك، عندما ينتهي حدادك سوف تخرجين من هذا القصر، يجب أن تتصرفي على هذا الأساس. ومر الوقت وعادت هيرا للفندق ووجدت وردة أخرى بيضاء على الباب، وكانت هيرا تنظر لها بحنان وكانت سعيدة بها. ثم أتى أرهون واقتربت من هيرا وقالت له: أنا حقا تعبت من شرح نفسي، توقف عن هذا، يكفي. قال لها: لن أتوقف، كل حركة ستكون الأكبر منها. قالت له: أنا حقا تعبت، توقف، أرجوك توقف. قال لها: مهما يكون الثمن. قالت له: لقد أتعبت نفسك، لا يمكنك أن تشفي جروح قلبي. قال لها: لا أريد أن تفعلي شيء، أريد فقط أن تنظري إلى مثل قبل، سوف أعطيك الأمان عندما كنت تنظرين إلى النجوم قديما. ولكن هيرا كانت لا تتقبل ذلك،
وبعدها ذهبت وتركت، ومر الوقت ودخلت هيرا إلى الغرفة وشاهدت على أن الغرفة كلها مزينة بالنجوم المضيئة، وبدأت تتخيل كلامه لها بأن تتذكر عندما كانوا بين النجوم في الماضي. وذهب أرهون وهو سعيد بمفاجأته لهيرا، وظلت هيرا تنظر إلى الغرفة. وبعدها طرق الباب، وعندما فتحت أتى الخادم وقالت له أنا لم أطلب شيء. قال لها هذا الطلب خصيصا لك، وأتى لها بالتحلية. وعندما فتحتها وجدت تحلية الكريم برولي، وبدأت تتخيل عندما كان أرهون هو نفسه عمل لها نفس المفاجأة في الماضي، وهي كانت سعيدة بها في الماضي، وكيف أطعمته من نفس الملعقة. وكان أرهون كذلك يتخيل كيف أطعمته من نفس الملعقة دون مانع. وتخيل أرهون عندما قالت له أنا لا أنسى ما هو مهم بالنسبة لي، يعني كان أرهون يتأمل ألا تنسى الأشياء المهمة بينهم ويجعلها تتذكر تلك الأيام الجميلة. وتخيلت هيرا كذلك عندما قال لها أرهون هل تقبلين أن تكوني زوجة لي، وقدم لها الخاتم. ثم بعد ذلك تخيلت كيف رقصوا مع بعض أول مرة في زفاف مريم وكنان، وعادت من خيالها وقالت مهما فعلت لن تعطيني هذا السلام مرة أخرى، لن تستطيع فعل ذلك. وانتزعت النجوم وقالت مهما فعلت افعل فلا تستطيع استعادة أماني السابقة بعد الآن، مستحيل. هل بهذه السهولة؟ أليس كذلك؟ تلصق بعض النجوم وينتهي. لقد دمرت كل شيء وأغلقت الأبواب أمامي، لم تصدقني وكذبتني، أنت لن تعطيني أي شيء بعد الآن، لا يمكن أن يعود شيء. وبدأت تبكي، ومر الوقت وظلت هيرا تبكي وتفكر، وبيدها النجوم وهي تتخيل كلام أرهون لها، وكانت تبكي وحزينة، وكانت تقول الصباح يحل والنجوم تقريبا بدأت تتلاشى وكل شيء سوف ينتهي. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وشكرا.